28 أدار، فقت الصبح، كنت لبست وعبونا رايحين على المدرسة، كانت عيني حمرة. عيط لي بابا قال ليش عينك حمرة؟ قلت له ما بعرف، فتحها قام لقينا ازاز بعيني. قام دخل طلعنا بالسيارة ورحنا على الدكتور أحمد عبد الحفيظ عراجي بسنتر أبو حمدان شتورة. قال بابا البنت هيك هيك، قام عمل لي صورة على الليزر، قام قدامه ازازتين، قال خلص ما عاد يطلع. رجعنا على البيت من عشية، رجالي نزل الكترة. ايه يلا بابا ايه. خلي بالك بتوضح، انا بتوضح شغله هذا الجزء. فانا بتمنى شغله كثير مهمه واساسيه، مشان ما عقد البنت ومشان ما خوف البنت. هالتحاليل كلها بعملها فرد مره برا، باوروبا، بامريكا، بانجلترا، وين ما كان. فهذا الطرح اللي عم بطرحه، ونحن حاضرين وجاهزين انا وبنتي انه نتوصل لتفسير لهالحاله هاي، لانه حاله مرهقه ومتعبه جدا، متعبه. وضل الواحد بشكل متوتر، عايش بشكل توتر، انه اليوم طلع ازازي من عين بنتي ما جرحتها، على بكره ممكن تجرحها، بعد ساعه ممكن تجرحها. ازازي مربع تتحاول يعني الدورة هذه الصورة. والله الصورة أنا للحقيقة ما صارت هيدا تنعمل، يعني بكرة أنا اللي رح أعمله هذا، رح مهير تقرير. أنا كان بعد في عندي كم سؤال هيك طرقوا علي بعد ما حصلت عنا هاي، بدي أرجع حاول أحكي معهم، مع الأهل ومع البنت. والموضوع هذا أنا عم بعمل دوكومنتاسيون بالنسبة له، على أساس أني أبعته على على المؤتمر الإسباني لطب العيون اللي بيصير هلأ قريبا يعني، وإن شاء الله نشوف الأمر كيف بيطلع بالنهايه.